رئيس السيسي يشهد إطلاق النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم ويؤكد أن المنتدى بات منصة تواصل وأداة لتبادل الرؤى ما بين دول العالم. وخلال الجلسة الرئيسية للمنتدى، رئيس السيسي يؤكد أن الدولة المصرية لم تخشى جائحة كورونا وأن الشعب واصل العمل خلالها. الرئيس السيسي يعرب عن دعمه الكامل لرئيس وزراء لبنان من أجل النجاح في إدارة عمل الحكومة. 6 مساء بالقاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. منتدى شباب العالم، ضرة المبادرات الرئاسية أمام شباب العالم، أصبح حدثا دوليا مهما على الخريطة العالمية للشباب، اعتمدته الأمم المتحدة كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب لما يعكس من أهمية كبيرة وللمشاركة المتنوعة فيه من جانب شباب من مختلف دول العالم، ولما يخرج عنه من مخرجات وتوصيات لها أثار إيجابية سواء على الشباب أو على العديد من القضايا والملفات. شباب العالم الذين يشاركون في المنتدى هم خير سفراء لمصر في نقل الصورة الحقيقية لما يجري فيها وبما تتمتع به من أمن واستقرار وما تشهده من نهضة وتنمية شاملة في الطريق إلى الجمهورية الجديدة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن منتدى شباب العالم بات منصة تواصل ما بين الشباب وأداة لتبادل الرؤى ما بين دول العالم. وخلال إعلانه انطلاق النسخة الرابعة من المنتدى بشرم الشيخ، شدد الرئيس السيسي على أن اللحظة الفارقة من تاريخ الإنسانية تحتم على الجميع إدراك أهمية الحوار وإدارة الاختلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. في مستهل النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، تلك المنصة التي باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم، وخاصة في تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني والتي تحتم علينا أن ندرك أهمية الحوار وإدارة الاختلاف فيما بيننا، وأن نشكل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق وسره في هذا الكون أن نكون مختلفين دون تمييز في هذا الاختلاف، وليس للإنسانية سبيل لتجاوز تحديات بقائها وأزماتها الراهنة، سوى إخلاص النوايا وإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف والعمل المشترك من أجل الإنسانية والسلام. يشرفني وبحضور هذا الجمع الفريد والمتميز أن أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم. على الخير اجتمعنا، وبسم الله نبدأ، ومن أجل المستقبل نعمل. شكرا. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ بمشاركة شبابية واسعة. هذا وقد شارك الرئيس خلال حفل الافتتاح كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبو مازن، ورئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي وقارينته، بالإضافة إلى ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 حتى 13 من يناير تحت شعار العودة معا، وذلك بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم. هذا وقد أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية لم تخشى جائحة كورونا،
وأن الشعب المصري لم يتوقف عن العمل للحظة خلالها، مشيدا بتعامل الشعب مع الأزمة والتزامه بالإجراءات الاحترازية واندفاعه لتلقي اللقاحات. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة تحت عنوان جائحة كورونا إنذار للإنسانية وأمل جديد. إحنا كنا من الدول اللي أطلقت استراتيجية خاصة بالإغلاق المؤقت مع الاحتفاظ بالإجراءات الاحترازية اللي تكفينا شر هذا المرض بقدر الإمكان. والحقيقة النتائج اللي تحققت سواء كان في الإصابات أو في حالات الوفاة اللي موجودة في مصر تعتبر قياساً بالدول اللي مثيلة لنا بالعدد، تعتبر إيجابية جداً. ده فيما يخص المسار الصحي كمسار كان له تأثير كبير على استراتيجيتنا في إدارة مجابهة الكوفيد في مصر. احنا زي ما قلت عملنا استراتيجية تستهدف ان احنا نحافظ على معدلات العمل والمشاريع اللي احنا بنتحرك فيها، وفي نفس الوقت نعمل إجراءات احترازية قوية تكفينا شر الكوفيد وتأثيراته. طيب تأثرنا طبعا، قطاع الطيران في مصر تأثر، قطاع السياحة في مصر تأثر بشكل كبير جدا كمان، ولكن احنا كان برضو لنا تحرك من الحكومة بمبادرات اقتصادية كانت تستهدف اعطاء دفعة للاقتصاد المصري في لتعويض لتأمين الدولة خلال مرحلة المجابهة ديت. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة أطلقت خلال أعوام 2017 و2018 و2019 مبادرات رئاسية بهدف الدخول في ملفات الصحة العامة في مصر وعلى رأسها فيروس سي، مؤكدا أن تنفيذ هذه المبادرات ساهم في انتقال مصر من الدول الأكثر إصابة بفيروس سي إلى الأقل إصابة بالفيروس. نعم، في هذا الإطار أكد الرئيس السيسي أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كمبادرات صحية جعلت مصر قادرة على رؤية الخريطة الصحية للمصريين وبشكل قوي، بالإضافة إلى التخلص من أمراض كان سينتج عنها تأثير سلبي أثناء التصدي للجائحة. من 2017 و18 و19 كانت الدولة المصرية بتطلق مبادرات. المبادرات دي كان الهدف منها أن هي تدخل في ملفات الصحة العامة في مصر، وكان على رأسهم الفيروس سي. ولما عملنا البرنامج ده وتحركنا فيه كنا برضو متحركين عشان نشوف كمان نعمل مسح كامل للأمراض غير السرية المتمثلة في الأمراض السكر والضغط والسمنة. الكلام ده اللي احنا عملناه مبكرا وخلانا بفضل الله سبحانه وتعالى قدرنا ان احنا بعد ما كنا من الدول الأكثر إصابة بفيروس الفيروس سي بقينا بنقدر نتكلم عن نفسنا دلوقتي وبشهادة منظمة الصحة العالمية ان احنا من الدول الأقل إصابة بهذا الفيروس. انا كنت عايز اتصور مع او نتصور مع بعضنا البعض لو كانت مصر واجهت الجائحة ديت بهذا الحجم من المصابين بهذا المرض، تتصوروا كم في المية من المصابين كان ممكن احنا نفقدهم أثناء الجائحة؟ 10%؟ 20% من المصابين، سواء كانت الـ الأمراض اللي هي زي ما بقول كده المزمنة أو الفيروس سي. اللي أنا عايز أقوله باختصار إن الإجراءات اللي عملناها كمبادرات صحية في مصر أفرزت إن إحنا قدرنا أولاً نبقى نشوف الخريطة الصحية للمصريين بشكل قوي، وايضا نتخلص من امراض كانت موجوده معانا في مصر وكان اكيد هيبقى لها تاثير سلبي جدا اثناء تصدينا لهذه الجائحه. وعلى الصعيد الاقتصادي اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي بداتها الدوله في نوفمبر لعام 2016 نجحت في تحقيق معدلات تنميه ايجابيه وتجهيز الدولة للانطلاق لمستقبل أفضل. وفي هذا الإطار شدد الرئيس السيسي على أن الدولة اختارت لمواجهة الجائحة
استراتيجية للحفاظ على معدلات العمل مع اتخاذ إجراءات احترازية قوية تكفينا شر الوباء. احنا بدأنا في نوفمبر 2016 برنامج للإصلاح الاقتصادي، وأتصور ان احنا لو ما كناش أطلقنا هذا البرنامج واللي كان فيه قسوة شديدة علينا كمصريين، انا بتكلم على الشعب والرأي العام في مصر، أتصور ان احنا كان هيبقى موقفنا لو ما كناش عملنا هذا البرنامج ان كان هيبقى تداعيات الموقف الاقتصادي في مصر اكتر كتير لو ما كناش عملنا هذا البرنامج. احنا النهارده خلصنا البرنامج ده اللي اطلقناه في نوفمبر 2016 زي ما قلت، خلصنا المرحله الاولى وشغالين دلوقتي في المرحله الثانيه. انا عايز اقول لكم ان ده خلى الاقتصاد المصري مستعد يتحمل صدمات اكبر. هذا وأكد الرئيس السيسي أن الدولة أطلقت مبادرة حياة كريمة رغم جائحة كورونا، موضحا أن هذه المبادرة تستهدف تطوير حياة 60 مليون مواطن، وذلك لمجابهة تداعيات الفقر التي تسببت عنها الجائحة. وأشار إلى أن معدلات الفقر وحجم نسب الفقر زادت بعشرات أو مئات الملايين خلال الجائحة. المشروع ده اللي بنسميه في مصر حياة كريمة بيستهدف مجابهة تداعيات الفقر اللي تسبب عنها هذا الكوفيد، مش على مصر بس، على العالم كله. معدلات الفقر لا شك، معدلات الفقر لا شك، حجم نسب الفقر في العالم كله زادت بعشرات ويمكن مئات الملايين نتيجة الجائحة. فاحنا في مصر أطلقنا أيضا برنامج آخر، هذا البرنامج هيتكلف من 600 ل 700 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات، بدأنا من العام المالي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، عشان تستمر عجلة الاقتصاد ومعدلات النمو بشكل كويس. وزي ما بقول احنا من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو. احنا حققنا 19-20 3.6%، وحققنا في 2021 3.3% معدل نمو. وأنا أتصور أن في دول كثيرة جدا لم تستطيع، أو دول لم تستطيع أن تحقق هذا الأمر. وينضم إلينا على الهواء مباشرة من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصرية كريم بيبرز. كريم، بعد التحية، يعني إذا وضعتنا في صورة ملخصة حول ما تم منذ افتتاح المنتدى وما نوقش خلال جلساته حتى الساعة. نعم، نحن في متابعة مستمرة منذ صباح اليوم لليوم الأول لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. ربما كانت الجلسة الرئيسية اليوم هي إنذار للإنسانية وأمل جديد. بالطبع بعد جائحة كورونا، التحول الرقمي هو الأساس في التعامل في كل المعاملات بشكل عام بين الدول أو بين المواطنين بشكل عام. ولكن إذا تحدثنا عن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وهو أهمية التعامل بعد جائحة كورونا، وأن منظمة الصحة العالمية قالت أن مصر من أقل الدول إصابات في العالم، وهذه نقطة إيجابية. وأيضا بالإضافة لذلك، وقدرة الدولة المصرية على العمل خلال جائحة كورونا، بالرغم من يعني أن معظم الدول بالفعل قد توقفت عن العمل. ولكن لنتحدث أكثر عما حدث أيضا خلال الجلسات. الجلسات أيضا كانت تتمحور حول التنمية المستدامة، كانت تتمحور أيضا حول الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. كان هناك أيضا جلسات متعلقة بالمبادرات الخاصة بالتنمية المستدامة، مثل مبادرة حياة كريمة كما ذكرنا. وأيضا على مدار اليوم رأينا الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها خلال اليوم الأول في مركز المؤتمرات، مثل ارتداء الكمامات، وأيضا التوجيه دائما بالتباعد الاجتماعي، وأيضا وجود الروبوتات الآلية لتوزيع الوجبات، وأيضا توزيع الأدوات الخاصة بالتعقيم.
إذا تحدثنا أيضا على هامش المنتدى وداخل مركز المؤتمرات، هناك عدد من الورش وعدد أيضا من المتاحف إذا جاز التعبير. هناك متحف خاص يتم افتتاحه بالفعل، خاص بحياة كريمة، ويتم عرض مجسمات مصغرة لما حدث لحياة كريمة والإنجازات التي قامت بها حياة كريمة على أرض الواقع. وأيضا هناك أجزاء خاصة بالتراث الخاص بسيناء والنسيج السينائي والأصل السينائي، وأيضا جزء خاص بمعرض تراثنا لعرض هذه المنتجات. دعنا نتحدث الآن عن كيفية ربط منتدى شباب العالم ومبادرة حياة كريمة. الآن معي ضيفي على الهواء الآن الدكتور محمد ترك، وهو منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية. برحب بحضرتك يا فندم. خلينا نتكلم عن كيفية ربط المنتدى بمبادرة حياة كريمة، ما الهدف من ذلك في بداية الأمر؟ منتدى شباب العالم في النسخة الرابعة بعد النسخة 17 و18 و19 بيطل علينا المنتدى السنة دي في النسخة الرابعة لعام 22. طبعا منتدى شباب العالم هو في الأول هو منصة حوارية جامعة لكافة شباب العالم من 196 دولة على مستوى العالم، بنراعي فيه البعد المحلي المصري والتواجد العربي والبعد الأفريقي ثم التواجد العالمي لشباب من كافة بلاد العالم. المنتدى السنة دي هيتطرق لأكثر من موضوعات بيلح عليها العالم الآن، العالم ما بعد كورونا وتكنولوجيا الأسواق الناشئة والتكنولوجيا المالية، جيل زد اللي اتنشأ في الكورونا وإيه أفكاره وإيه تطلعاته دلوقتي، بعض الورش وبعض الجلسات اللي تتكلم عن الأمن المائي وإحياء مناطق الصراع بعد إحياء وإعمار المناطق اللي فيها صراع. المنتدى السنة دي هيكون في حالة زخم وإسراء فكري وفي إسراء ثقافي متمثل في مسرح شباب العالم. طبعا على رأس كل هذه الورش والجلسات والمبادرات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهي المبادرة الأولى أو المشروع الأول لحقوق الإنسان على مستوى العالم الآن، ودي اللي بتستحوذ على نصيب كبير من الاهتمام، وفي اكتر من مجموعات وجاليات سواء عربية أو عالمية أو في قارتنا السمراء مهتمين بالمشروع القومي حياة كريمة اللي بنستهدف فيه من خلال مبادرتنا الطموحة من 55 ل 65 مليون نسمة. دكتور محمد، يعني إذا تحدثنا كمان عن الورشة الخاصة بحياة كريمة وهناك متحف خاص لعرض هذه الإنجازات بشكل عام، ولكن أكيد هناك مشاركة للشباب وأراء سواء للشباب المصريين أو حتى الوفود الأجنبية، كيف تفاعلوا مع هذه المبادرة وما أرائهم خصوصا في فكرة يعني تبادل الثقافات أو فكرة تبادل نقل الأفكار من هنا لهناك وتطبيق فكرة حياة كريمة في أماكن أخرى؟ حاجة سريعة كده أحب أذكرها، الشباب المصري هو صاحب فكرة المنتدى، والشباب اللجنة التنظيمية بجانب الشباب المصري المشارك كحضور، الشباب المصري المشارك كحضور بيثبت لكل مرة ان هو مسؤول ومسؤول عن تحسين صورة بلده، هم مشاركين معانا كشباب مسؤول في اجراءات التنظيم، وان هم بيحاولوا يستقبلوا الضيوف، وده طبعا عادتنا كشعب مصري مضياف. بالنسبة لحياة كريمة، هو كانت الورش التحضيرية للمنتدى اللي سبقت المنتدى ايام السبت والحد الماضيين، كان في بعض الرؤى وبعض الافكار وبعض الاراء اللي تقدمت من شباب مصر ومن شباب على مستوى والقارة الأفريقية والشباب العالمي، اتعملت من الورش ديت مجموعة من الأفكار ومجموعة من الآراء تجمعت واتعملت توصيات للإدارة المنتدى بحيث يغطي في الجلسة الختامية بإذن الله كنتاج عمل الورش والجلسات حياة كريمة. شكرا جزيلا دكتور محمد ترك على هذه المعلومات الوفية، يعني وكما شاهدنا ورأينا معلومات خاصة ومختلفة أيضا متعلقة بمبادرة حياة كريمة التي شهدت أيضا مشاركة من الشباب المصري والمجنبي والذين شاركوا بالأفكار الإبداعية المختلفة التي ستؤخذ كتوصيات بعد ذلك في نهاية المؤتمر. والآن أعود إليكم مرة أخرى. أشكرك جزيلا كريم بيبرز على الهواء مباشرة من شرم الشيخ، وأشكر أيضا ضيفك الكريم.
أيضا مشاهدينا للمزيد حول منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد نجم. أستاذ محمد، بعد التحية، الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر في افتتاح المنتدى أن الدولة المصرية عندما انتهجت خطة البرنامج الإصلاح الاقتصادي كان في نوفمبر العام 2016، نجحت الدولة المصرية في تحقيق معدلات تنمية إيجابية. السؤال هنا، كيف ترصد التجربة الأولى عندما قامت الدولة المصرية وخططها للإصلاح الاقتصادي في أدائها في ظل جائحة كورونا، وكان هذا هو الاختبار الأول للمرحلة الأولى من خطة الدولة المصرية وبرنامجها فيما لو صلب الإصلاح الاقتصادي؟ أهلا وسهلا فندم، مساء الخير. يعني طبعا حديث فخامة الرئيس عن معدلات النمو، وانه الدوله لم تتوقف ابدا عن العمل، وانه تروس الاقتصاد المصري ومحركات الاقتصاد المصري لم تتوقف ابدا عن الدوران، كانت نقطه غايه في الاهميه. لانه لو احنا بصينا على ظروف المنطقه حوالينا وظروف العالم في اخر العام الاخير، ولو رجعنا كمان بالزمن اللي ورا اكتر، احنا داخلين حاليا في الشهر ال 25 او 26 للازمه، ازمه الجائحه، ونقوم بعمل تقييم لردود افعال واستجابه الحكومات المنطقه وحكومات العالم كل على حده للازمه، هنلاقي ان مصر من ضمن الدول الافضل في العالم من حيث استجابتها للازمه. احنا بنتكلم هنا، وفخامه الرئيس اشار لهذه النقطه، انه لم يكن هناك ارتباك او حاله هلع في مصر. ودي نقطه مهمه جدا جدا، انه اداره الازمه نفسها، إدارة من بداية من القيادة السياسية ثم الجهاز الفني أو الجهاز الحكومي نفسه الممثل في وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى، وصولا إلى المواطن العادي. لو المواطن العادي رأى حالة هلع عند القيادة عند الحكومة، نفسه أكيد هيتوتر، وهو نفسه أكيد هيرتبك، فهيكون في تصرفات غير عقلانية، هيكون في تكالب على السلاح، هيكون في سحب الأموال من الـ ATM من المصارف، هيكون في تصرفات سلبية للاقتصاد بشكل مضر وعنيف جدا. نعم. لكن لما كانت القيادة المصرية هادئة واثقة في أدائها، أدارت الأزمة بشكل طبيعي جدا. نعم. وكمان كان هناك ثقة مطلقة في قدرتنا الاقتصادية وقدرتنا الصحية، وأننا لدينا مخزون كافي من السلع. هذه أول نقطة أو أول محور، لدينا مخزون كافي، استثمرنا عشرات المليارات من الجنيهات في السبع سنوات الأخيرة في رفع قدرتنا على الإنتاج الزراعي، رفع نسب الاكتفاء الذاتي، رفع قدرتنا على التخزين والتشوين، بناء مزيد من الصوامع القمح والحبوب، وبالتالي كان هناك لدينا ثقة بالنفس عالية أن لدينا قدرات تكفينا لشهور وشهور. نعم. لدينا مخزون من الاكتفاء الذاتي يكفينا ما بين أربع شهور. نعم، عظيم جدا. أستاذ محمد، يعني حضرتك بتتكلم على المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ليه تصريحين مهمين جدا، تحدث عن أن البرنامج جعل من الدولة المصرية مستعدة أو الاقتصاد المصري مستعد لتحمل صدمات أكبر. هذا التصريح الأول. التصريح الآخر أن الدولة المصرية بيجهزها للانطلاق لنحو مستقبل أفضل. سؤالي ليك، أبرز خطط أو ملامح المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الاقتصادي وتأثيره على المواطن المصري؟ المرحلة القادمة يا فندم هي بنقدر نلخصها في سطر واحد، أن الدولة أو القيادة المصرية لديها طموح لما هو أكبر من تحقيق معدل نمو في 5 أو 6%. لدينا طموح أكبر من ذلك. لدينا قدرات، هل لدينا قدرات إن احنا نقدر نعمل 6%؟ طبعاً محتاجه مجهود لاستنهاض هذه القدرات واستكشاف الفرص اللي تخلينا نوصل 7 و8 و9%. ده هيحتاج مجهود كبير، لكن هناك تصميم واضح انه لن تمنعنا ولن تعرقلنا اي ازمه واي مشكله، واحنا سنتغلب على اي تحدي يواجهنا في طريقنا الى تحقيق معدلات نمو اعلى بكثير من 6%. ليه؟ لانه لدينا تحديات كبيره، لدينا نمو سكاني كبير، ليس لدينا وقت نضيعه اكثر من ذلك، لان هناك منافسه عنيفه جدا سواء في الاقليم او في العالم. وبالتالي هناك تصميم واضح اننا المرحله القادمه
سوف نتجه لأرقام أعلى من ذلك بكثير، 7% و8% و9%، عشان كما تفضل فخامة الرئيس من أيام قليلة، من حوالي 11 يوم بالتحديد في أسبوع الصعيد، إن إحنا محتاجين نغني الناس، إن إحنا محتاجين نرفع معدلات الدخول ل 20,000 و30,000 جنيه. ده مش هيحصل أبداً إلا لما نرفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل سريع جداً لأعلى من 6% في نطاق زمني قليل. في خلال 3-5 سنوات القادمة هنحتاج إن إحنا نعمل ده، وهناك تصميم واضح ولدينا في برنامج الإصلاح الهيكلي، وهو الذي يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بنركز على قطاعات معينة، منها الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات، منها الصناعات التحويليه، ومنها الزراعه. هذه القطاعات هي اللي هتقود النمو الاقتصادي المصري، وهي اللي هتقود هتكون محرك نمو كبير في الفتره القادمه. نعم. اشكرك شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي الاستاذ محمد نجم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن كامل الدعم لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من أجل نجاحه في إدارة عمل الحكومة اللبنانية بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني ويساعد على إجراء الإصلاحات اللازمة لتجاوز المرحلة الراهنة بلبنان. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وذلك على هامش انعقاد الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد الاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان. من جانبه ثمن ميقاتي العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، معربا عن تقدير بلاده لمصر كركيزة أساسية في دعم وحفظ الاستقرار بلبنان والمنطقة العربية ككل، ومشيدا بالتجربة المصرية الملهمة التي تعزز من أولويات النجاح التنموي، والتي تعد نموذجا يحتذى به في دول المنطقة. أضاف متحدث الرئاسة أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات كمشروعات الكهرباء والبنية التحتية والطاقة. استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على هامش مشاركته في الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ. وتطرق مدبولي خلال لقائه مع ميقاتي إلى متابعة الملفات الخاصة بتعزيز التعاون في مجال تصدير الغاز وسبل تحقيق الربط الكهربائي ما بين البلدين ليتسنى إمداد لبنان بالكهرباء. كما تطرق مدبولي إلى تسهيل حركة التبادل التجاري ما بين مصر ولبنان، لا سيما فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية اللبنانية وتزويد لبنان بالمساعدات الغذائية والإنسانية. من جانبه تقدم ميقاتي بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء ولأعضاء الحكومة على المتابعة الحثيثة لموضوعات التعاون مع لبنان والرغبة والجهود الصادقة في الوقوف بجانب لبنان في أوقات المحن والشدائد. وخلال الحفل الافتتاحي للنسخة الرابعة من المنتدى، تم استعراض تجارب عدد من شباب العالم مع المنتدى خلال السنوات الماضية. واستعرضت سارة بدر من مصر ورحاب العياش من تونس وإيزيك بواما من غانا تجاربهم. وأشار هؤلاء الشباب إلى أن فكرة المنتدى بدأت في عام 2017 عندما قررت مصر وجود حوار عالمي بين شباب العالم يؤكد على قيم التواجد الإنسانية والدعوة إلى السلام والحفاظ على التنوع والتنمية والسلام والإبداع. ونوه الشباب إلى أن المنتدى يستضيف أكثر من 60 جلسة، معربين عن سعادتهم لما توصل إليه المنتدى من إنجازات. من مقر المنتدى أجرت موفدة تلفزيون المصري ليندا عبد اللطيف لقاء مع رحاب العيشي إحدى المتحدثات في حفلة افتتاح منتدى شباب العالم، التي أكدت من خلاله أن المنتدى فرصة لكي نتحدث عن تجاربنا الشخصية للشباب والمستقبل ما بعد الجائحة، أيضا كيفية التأقلم على هذه الحياة الجديدة. نتابع هذا اللقاء. ما زلنا موجودين في منتدى شباب العالم، ومعايا دلوقتي رحاب العيشي احدى المتحدثات في الحفل الافتتاحي اللي حضره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. اهلا بيك يا رحاب. اهلا وسهلا، شكرا. عايزين نتكلم عن انطباعك كده وشعورك وانت بتتكلمي قدام السيد الرئيس النهارده خلال الحفل الافتتاحي.
ساعة أنا ياسر فرحانة بالفرصة اللي جاتني اليوم اللي أنا نطلع فوق المسرح ونحكي على التجربة الشخصية متاعي على الإديشن اللي فاتت من World Youth Forum، وإني زادة نحكي على تجربتي الشخصية على خدمتي وعلى شنو نعمل في حياتي. وياسر ياسر فرحانة بالفرصة هذية. وإيه أكتر الجلسات اللي أنت متشوقة أنك أنت تحضريها؟ معناتها السنه الاديشن نتاع World Youth Forum تحكي على ياسر مواضيع اللي هي بوست بانديميك، يعني ما بعد الكوفيد بانديميك، وكيفاش معناتها نحاولوا احنا الكل كجنريشنز تو ادابت تو ذا نيو نورمال، احنا نتاقلم مع الحياه الجديده. ودونك معناتها ما بين الحاجات اللي نحب نحضرهم السنه اللي هي الطرق للتاقلم مع الحياه الجديده، وخاصة the digital transformation، يعني الترانسفورميشن يعني التحول الرقمي اللي هو معناتها ما بين الامباكتس اوف تاثيرات الكوفيد بانديميك. وفي لقاء أجرته مفادة تلفزيون المصري أميمة تمام، أكد أحمد المعصرة أحد المشاركين في منتدى شباب العالم من الأردن أن التنظيم جيد وأن هناك الكثير من الموضوعات الثرية لتبادل الرؤى والأفكار مع شباب العالم. نتابع. تنظيم كامل على أتم وجه، ما واجهنا، كل ورشات العمل كانت متخصصة، الافتتاحية اليوم كانت رهيبة جدا، يمكن من أفضل الافتتاحيات في تاريخ المؤتمرات بالنسبة لي. يعني ما هو أكثر ما لفت نظرك في افتتاحية اليوم بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ اولا بوجه تحيه للرئيس عبد الفتاح السيسي وبشكره على المبادره بدعوه الشباب لمصر. طبعا اللي لفتني اليوم في الافتتاحيه اللي هي تعدد الجنسيات، التعدديه الثقافيه اللي عرضت في الفيديوهات واللي انحكى عنها، وكيف انه نحن لازم نعيش في العالم، مش لازم نعيش منغلقين على حالنا، لازم كل العالم يتشارك، ما نحارب بعض، لا نعيش مع بعض. فهي كانت اكيد شغلات يعني يمكن اول مره بتنحكى في مؤتمرات بتخص الشباب، يعني شغلات زي بالجديه هاي وبالحرفيه وبالاتقان هذا اللي صار. يعني يعني قد تكون احدى او احد الهواجس اللي كانت موجوده عند معظم اللي جايين هو الاجراءات الاحترازيه. انا عارفه ان حضرتك حاليا يعني خلعت الماسك علشان اللقاء، ولكن الالتزام الكامل والشديد هنا بارتداء الماسك، يعني كيف رايت من وجهه نظرك الاجراءات الاحترازيه منذ بدايه رحلتك وحتى الوصول الى هنا؟ بصراحه لا، وانا في الاردن لما حكوا انه في ما يقارب من 5000 ل 10000 شخص حيكونوا موجودين، انا كان عندي تخوفات، بس لما وصلنا لمطار الأردن كان في إجراءات من المصريين ومن من شركة الطيران المصرية، كان في إجراءات رهيبة جدا، كان في تنظيم عالي جدا. ولما وصلنا القاهرة ووصلنا شرم الشيخ ونزلنا بالفندق عملنا بي سي آر فحص الكورونا، وكل يوم نعمل بي سي آر، وكل يوم بتابعونا المنسقين متابعة شديدة جدا لهذا الإشي، فأبدا ما ظل تخوف عندي لموضوع الكورونا. قد بدأت الفكرة والحلم في قلوب شباب مصر، وكان تشجيعها ودعمها من الدولة حتى تحولت إلى حقيقة نعيشها في هذه اللحظة. ولنا في هذا عبرة ودرس بأن أعظم النجاحات تبدأ بفكرة تتحول إلى حلم يتحقق بالإرادة والعزيمة.
نجدد عليكم تحية مشاهدينا. واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية التي تضر بصحة وسلامة المواطنين. وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي تسهم في ضبط حركة الأسواق. تشهد المواجهات التي تخوضها أجهزة وزارة الداخلية ضد جرائم غش السلع وبيع سلع منتهية الصلاحية والتلاعب بالدعم نجاحات كبيرة، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفي هذا الإطار وتنسيقا مع فرعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط قرابة 75 طن لحوم ومقطعات ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخزن غير مرخص لتجهيز الوجبات بالقاهرة وثلاجة بدون ترخيص لحفظ اللحوم بالمنوفية، وضبط أكثر من 203 طن مخللات ومستلزمات إنتاجها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة للمواطنين بثلاثة مصانع ومعمل بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخللات بالبحيرة والشرقية والمنوفية، وضبط قرابة 3 أطنان أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحل بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالقاهرة وثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالمنوفية، وضبط قرابة 12 طن ونصف سكر تموني مخصص للبطاقات التمونية ومنه ما هو ناقص الأوزان ومجهول المصدر بمصنعين بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية ومحل بدال تموني بالقليوبية والإسكندرية، وضبط 10 أطنان أرز غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مسؤولة عن مخزن بدون ترخيص للسلع الغذائية بالمنوفية، وأكثر من 13 طن ملح سجاحات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومخصصة للأغراض الصناعية ومحظور استخدامها في الأغراض الغذائية، وأكثر من 2 طن زيت طعام مجهولة المصدر بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بالمنوفية. ونجحت الإدارة في ضبط أكثر من 39 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الحيواني بالغربية والشرقية والمنوفية، وضبط قرابة 11 طن أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي ومنه ما هو محظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية بسوهاج والشرقية، وتمكنت الإدارة من ضبط قرابة 24,000 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر وتؤثر على صحة المواطنين بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بالجيزة. وبالتنسيق مع الإدارة نجحت مديريات أمن القاهرة في ضبط مخزن بدون ترخيص للمطهرات والمنظفات الصناعية بداخله أكثر من 26,000 لتر مطهرات ومنظفات صناعية مجهولة المصدر، بينما تمكنت مديريات أمن الإسكندرية من ضبط 300 طن دقيق وسكر قام المسؤول عن مخزن بدون ترخيص للسلع الغذائية بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من سعرها المتداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. أعربت مصر عن خالص تعازيها للولايات المتحدة الصديقة إثر حادث حريق مبنى سكني بمدينة نيويورك وما أسفر عنه من عشرات الوفيات والمصابين. كما أعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن صادق مواساتها لأسر الضحايا متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين ومؤكدة على تضامنها مع الولايات المتحدة في هذا الحادث الأليم. بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادم مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري مخرجات العملية السياسية وإيجاد الحلول المناسبة لها. وذكرت رئاسة الوزراء العراقية أن العامري استقبل في مكتبه ببغداد القادم لمناقشة الأوضاع السياسية في البلاد. انطلقت المحادثات الثنائية ما بين الولايات المتحدة وروسيا في جنيف والتي تركز بشكل خاص على ملفي مراقبة الأسلحة النووية والوضع في أوكرانيا. كان متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قال إن الولايات المتحدة تنتظر وبفارغ الصبر بدء حوار مع روسيا، مشيرا إلى أن الاجتماع الأول قد يليه في 12 و13 من الشهر الجاري اجتماع ثاني سيعقد ما بين روسيا وحلف شمال الأطلنطي واجتماع ثالث ما بين روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي تضم في عضويتها الولايات المتحدة.
أكد رئيس كازاخستان قاسم توكاييف أن القوى العسكرية بقيادة روسيا التي انتشرت في كازاخستان في أعقاب الاضطرابات ستنتهي قريبا على حد تعبيره. وخلال اجتماع لقادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي وبينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال توكاييف إن عملية مكافحة الإرهاب الواسعة النطاق ستنتهي معها المهمة والتي أوصفها بالفعالة والناجحة للقوة التابعة للمنظمة. عادت خدمة الانترنت إلى مدينة ألماتي كبرى مدن كازاخستان بعد انقطاع دام لخمسة أيام تزامنا مع اضطرابات خلفت عشرات القتلى. بات تصفح المواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية متاحا من جديد، هذا وتعود الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في العاصمة الاقتصادية، كما استعادت وسائل النقل العام نشاطها في شوارع المدينة للمرة الأولى منذ بدء الاضطرابات. شددت مدينة تيانغين الصينية التي يبلغ عدد سكانها نحو 14 مليون نسمة، شددت من قيود مغادرة المدينة مع تفشي متحور أوميكرون. وأصبحت سلطات المدينة تطلب من السكان الحصول على موافقة من أرباب العمل أو سلطات المدينة قبل المغادرة، إضافة إلى إجراء اختبار سلبي لكورونا في غضون 48 ساعة من المغادرة. وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين إن المدينة سجلت 21 حالة متنقلة محليا ظهرت عليها أعراض مؤكدة أمس الأحد، ارتفاعا من 3 حالات في اليوم السابق. بدأت الهند في إعطاء جرعات تنشيطية من لقاح كورونا للعاملين في الخطوط الأمامية وكبار السن المعرضين للخطر، في الوقت الذي أدت فيه سلالة أوميكرون من فيروس كورونا إلى زيادة الإصابات اليومية منذ بداية العام نحو 8 أضعاف. نعم، وسجلت الهند نحو 180 ألف إصابة جديدة معظمها في أكبر مدن البلاد وهي دلهي ومومباي وكلكتا، حيث تجاوزت سلالة أوميكرون سلالة الدلتا باعتبارها السلالة الأكثر انتشارا للفيروس. تواصل القافلة العلاجية التابعة لمديرية الصحة بأسوان أعمالها بقرية القفطية التابعة لمركز دراو لليوم الثاني على التوالي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. هذا وقد تم توقيع الكشف الطبي على 1006 من المترددين على 10 عيادات تخصصية مختلفة، حيث تم صرف العلاج بالمجان والذي يتوافر منه حوالي 95 نوعا، كما تم تحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفى الجامعي لإجراء جراحات مختلفة. القوافل العلاجية المجانية هدفها الوصول بالخدمة الصحية للأماكن المحرومة والمناطق الأكثر احتياجا في ظل مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة. القوافل الصحية المجانية عبارة عن مستشفى ميداني متحرك بيضم أكثر من 10 تخصصات طبية مختلفة. معانا 2 معمل، معمل الطفيليات ومعمل الدم، معانا صيدلية في أكثر من 100 صنف بالمجان. بيتم توقيع الكشف الطبي على السادة المواطنين وأهلنا وناسنا بالمجان. بيتم توقيع الكشف الطبي عن طريق الأخصائي في كل تخصص أو الاستشاري في كل تخصص. لو محتاج علاج دوائي بيتم صرفه من عندنا من الصيدلية هنا بالمجان. محتاج أشعة، محتاج تحليل، بيتم عمله هنا بالمجان. لو محتاج تدخل سنوي أعلى من كده، محتاج تدخل جراحي، محتاج أشعة مقطعية، محتاج أشعة رنين مغناطيسي، محتاج منظار أو من أصحاب الأمراض المزمنة، بنوجهه لأقرب مستشفى تابع لمديرية الشؤون الصحية ونستصدر له علاج، قرار علاج على نفقة الدولة. أشكر السيد عبد الفتاح السيسي على وجود القافلة في ناحية القفطية وضواحيها، وجميع العلاج مجاني ودكاترة ذو أخلاق وقدمة ومعامل تحاليل. والآن مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. نعم، أخبار المال والأعمال تقدمها فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا إيمان منصور، شكرا رجائي رمزي، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة.
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية موضوعات البيئة وتداعيات ظاهرة تغير المناخ وأهمية دور الوزارة في الإعداد لمؤتمر الأطراف المقبل لاتفاقية تغير المناخ COP27. وخلال اجتماع عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة التحضيرات لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، أشارت الوزارة إلى ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية خلال الإعداد لمختلف الفعاليات على هامش المؤتمر، وبما يتماشى مع توجه الرئاسة لمؤتمر الأطراف ويساهم في إنجاحه. كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري عن مشروعات الصرف الزراعي أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام قدره 33,000 فدان من أصل 60,000 فدان مستهدفة خلال العام المالي الحالي 2021-2022، كما تم الانتهاء من إنشاء وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة وتنفيذ أعمال صناعية في زمام 3,200 فدان، كذلك تنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال أكثر من 17,000 كيلومتر، وتنفيذ أعمال تجريف مصارف لحوالي 3,064 متر مكعب. وأشار تقرير الري إلى أن مشروعات الصرف الزراعي تسهم في الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيدا عن جذور النباتات لضمان تحسين خواصها الطبيعية والكيميائية، وبالتالي زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة حوالي 25%. أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التضخم خلال شهر ديسمبر 2021 بنسبة 2%، مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه. وأرجع جهاز الإحصاء هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 8.2%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%. إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية. ارتفع رأس المال السوقي بنحو 2,600,000,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 775,047,000,000 جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 37% ليغلق عند مستوى 12,022 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 36% ليغلق عند مستوى 2,315 نقطة. صعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 26% ليغلق عند مستوى 3,377 نقطة. طلبت باكستان من صندوق النقد الدولي تأجيل اجتماع لمجلس إدارة الصندوق كان يهدف إلى النظر في المراجعة السادسة لباكستان حتى نهاية يناير. وأعلنت وزارة المالية أنه كان من المقرر عقد الاجتماع في 12 يناير لمراجعة التوصية بالإفراج عن 1,000,000,000 دولار من برنامج باكستان الذي يستمر 3 سنوات ويبلغ حجمه 6 مليارات دولار. هذا ولم تستطع باكستان حتى الآن إقرار إجراءات التجديد المالي الموصى بها والمرتبطة بإفراج الصندوق عن الأموال. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإيمان ورجاء لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا جزيلا لك فاطمة. بأخبار المال والأعمال مشاهدينا، نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا تذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يشهد إطلاق النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم ويؤكد أن المنتدى بات منصة لتواصل وأداة للتبادل الرؤى بين دول العالم. وخلال الجلسة الرئيسية للمنتدى، الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة المصرية لم تخشى جائحة كورونا وأن الشعب واصل العمل خلالها. الرئيس السيسي يعرب عن دعمه الكامل لرئيس وزراء لبنان من أجل النجاح في إدارة عمل الحكومة. ختام نشرة السادسة أتتكم من التلفزيون المصري. في تمام الساعة 9 مشاهدينا، جولة إخبارية جديدة. إلى الملتقى.